الحج ركن الإسلام الخامس بدايته تكون في اليوم السابع من ذي الحجة حيث يبدأ بالأحرام وطواف القدوم وفي اليوم التالي أي الثامن من ذي الحجة الذي يطلق عليه اسم يوم التروية يتوجه الحجاج إلى منى ويبيتون فيها ويؤدون الصلوات قصرا دون جمعها وفي اليوم التاسع من الشهر نفسه يبدأ يوم عرفة حيث يتوجه الحجاج الى صعيد عرفات بعد شروق الشمس من اجل الوقوف بها ويصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم ينتظرون حتى غروب الشمس وبعد الغروب ينفر الحجاج الى مزدلفه ويبيتون فيها ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في رمي جمره العقبه الكبرى في العاشر من ذي الحجه وهو اولى ايام عيد الاضحى المبارك الذي يسمى ايضا يوم النحر وبعد رمي جمره العقبه والنحر يتجه الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة ثم يعودون لمنى من جديد لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى وبعد انقضاء أيام التشريق الثلاثة أو التعجل بعد يومين يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع حيث تنتهي مناسك الحج.